كابتن حشيش برضو اخد رايك في المباراه امبارح، لانه مباراه صعبه بكل المقاييس وفيها مراحل معينه تخلينا نقدر نكسب او عرفنا ان احنا هنكسب هذه المباراه. طبعا في البدايه طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه طبعا على الفوز الكبير وتخطي الظروف اللي احنا كنا موجودين فيها. ممكن انا كنت معاك يا كابتن اسلام من فتره كبيره، يمكن قبل الماتش بتاع القطن الكاميروني وبعد ماتش سان داونز، وكنا لا نملك وقتها غير الدعم، وقلنا الكره فيها حاجات كتيره جدا برغم صعوبه الموقف طبعا بتاع النادي الاهلي والنتائج والموقف اللي احنا حطينا نفسنا فيه، انما الحقيقه اللعيبه كانت على قد المسؤوليه وقدرت تجتاز الاختبارات الصعبه، ماتش القطن الكاميروني وبعد كده طبعا الماتش الاخير ده مهم جدا جدا، ضغط صعب جدا جدا، يعني الكوره اصعب حاجه ان ما كنتش في رجل اللعيبه، يعني كانت باقدام ناس تانية ورجع لك التوفيق تاني ان انت ممكن تخش وتقدر تصعد. ماتش كان عليه ضغوطات كبيره جدا نتيجه للظروف دي، جمهور كبير جدا، ممكن في بعض اللعيبه ما كانتش متعوده على الجمهور الكبير ده، كان ممكن ياثر عليهم، ممكن ياثر عليهم تاثير سلبي. انما انا عايز اتكلم في جزئيه تانية، ولازم يعني الناس كلها اتكلمت على الجمهور ويعني استفادت في الموضوع ده، بس انا عايز اقول ان انا امبارح حسيت ان الماتش ده رجعنا للزمن الجميل. الزمن الجميل مش من حيث الاداء او الكوره، لا، او المكسب، من حيث التواجد الجماهيري او العنصر الجماهيري في الاستاد اللي هو غايب عننا بقاله يعني فترات كبيره. وقد ايه انا امبارح حسيت ان النادي الاهلي اكتر نادي اتضر او اتظلم من عدم وجود العنصر الاساسي اللي بيقوي النادي الاهلي واللي هو داعم للنادي الاهلي وهو الجمهور. وانس ان الناس سمحت لاعداد انها تخش وشو الاستاد كله مليان، واعتقد ان في قد دولت كمان كانوا عايزين يروحوا. يعني من ضمن هذه الامور ان احنا كنا تعرضنا في بعض الاوقات ان الكره بتخش في حاجات تانية خلال الفتره الحقيقه، لكن امبارح جمهور الاهلي اثبت صحيح بما لا يدع مجالا للشك ان كره القدم بدون جمهور لا تسوى اي شيء. اولا صحيح. ثانيا رجعونا لايام قديمه جدا ان احنا مبسوطين بالتشجيع بشكل التشجيع طبعا. انت حاسس اللي هو ايه ولا هو الاهلي اهو، يعني الحاجات دي اسلام، انت حاسس ان الشكل ده هو اللي انت متعود عليه زمان اللي في الذاكره، هو ده شكل الكوره، هو ده شكل فرقه النادي الاهلي، هو ده شكل المباريات. انت تخيل انت المباراه بتاعت امبارح دي لو على قديمه بقى من غير جمهور كانت عامله ازاي؟ ده جمهور طبعا اكتر من الاهلي، النتيجه بتاعت ربنا، بس انا بقول ان الجمهور ده له دخل، كنت تكسب برضه لكن ما كانش هيبقى بالمنظر ده، ما كانش هيبقى بالشكل ده. وبعدين عايز اقول لك حاجه، برغم يعني انا هشيد برضه بسلوك الجماهير، برغم ان في قبل المباراه دي بفتره كبيره ناس كانت عايزه تاخدنا وتاخد الجمهور في سكه ثانيه خالص، لا جمهور الاهلي واعي جدا، انما جمهور يعني الشباب الكتير اللي كانوا موجودين، الشباب الصغير كان على قد المسؤوليه والثقافه انه ما يروحش. هرجع للنقطه بتاعت كابتن ماهر هنا، الجمهور بيتطور، ما بيندرجش دلوقتي وما بيتخدش في الخناقات اللي بره الملعب دي، لا ده جمهور الاهلي واعي جدا، راحوا الاستاد بهدف معين يا كابتن والهدف اتحقق فعلا. انا هقول حاجه برضو صغيره مع مش وقتها بس لازم اقولها، يعني انا بتخيل ان جمهور النادي الاهلي ده ان احنا ضاع مننا فرصه السنه اللي فاتت في النهائي بسبب موقف طبعا. الناس كلها عارفاه وضيعوا من ايدينا بالظبط كده، ضيعوا من ايدينا فرصه ان انت كان ممكن تنظم المباراه النهائيه وتبقى على ارضك زي امبارح، الجمهور ده كان كده كانت هتبقى النتيجه كده حاجه تانية خالص، يعني بغض النظر كان هيبقى حرمتني من فرصه، حرمتني من عنصر اساسي بالنسبه لي. المغرب الحقيقه استغلوا هذه الفرصه واشتغلوا عليه وعملوا مباراه نهائيه بشكل رائع. كابتن محمد حشيش بيقولوا طبعا يا كابتن وجود الجمهور رائع وكل حاجه، ولكن في النهايه انا كان نفسي اشوف المنظر ده في النهائي. انت حرمتني منه بحركات نص الجرم يعني في الدرج بقى في الدرج بقى طول عمرنا حشيش كمان، طول عمرنا اسلام جمهورنا بيدينا دروس بصراحه، يعني وبيدي دروس للكره المصريه بشكل كبير، ونتمنى ان احنا الدرس بتاع امبارح ده يبدا بقى يتعمم عامه على الكره المصريه بصراحه، يعني انه دي البدايه اعتقد البدايه وجود صحيح. جماهير كبيره جدا في كل المباريات بقى، ماتش الاسماعيلي ومحله مثلا تجد في استاد المحله هتجد مثلا لو استاد المحله ده فيه 30000
15 اسماعيلي. انت قلت فرقه كابتن اكتر فرقه متاثره بعدم وجود الجماهير نادي الاسماعيلي. طبعا متاثر بشكل رهيب لان هو متعود على اجواء. فما بالك بقى النادي الاهلي، انت بتقول على الاسماعيلي وبالك بقى النادي الاهلي اللي هو اكبر جمهور طبعا في مصر واكبر شعبيه، وتشايفين الجمهور عمل ازاي يا جماعه. لا بيأثر وبيأثر بشكل كبير جدا. حرام ان اللعيبه دي مهما بلغت من مهارات واستعداد، انما الجمهور حاجه تانية خالص، دافع تاني، قصه تانية، شكل تاني للمباريات كره القدم. حتى وانت قاعد في التلفزيون بتتفرج انت حاسس باجواء تانية خالص. امبارح وانت قاعد بتتفرج غير ماتشات، لا لا لا، مره تانية.